متابعين شاشة الواقع، اليوم راح نقدم لكم طال عمركم عرض أزياء للمتسابقين. نبدأ مع أول متسابق، أنس الميموني مع أجمل أوتفت وأسوأ أوتفت. إن شاء الله نشوف إيه كان أبهرونا اليوم، راح نعطيهم التقييم. طبعا هذا نعم هذا واضح فوق المسرح لو سمحت. تفضل تفضل. السلام عليكم. شرحنا عن الاوتفيت حقك. الاوتفيت استيرية اي 13 ريال ونص، اشماق سارقها، العقال متسلفه، الثوب لقيته زايد عند الخياط واخذته 75 ريال. ناخذ مشاركه الاخ مهبل. الإنسان اللي يبغى يشتري سيارة من المعارض أسلم، كم قيمت السيارات في المعارض؟ كم إيش؟ قيمت السيارات في المعارض كم؟ تختلف، في سيارة ضخمة وفي سيارة رخيصة تختلف من هذه لهذه، دمج ما يجي. أبغى سيارة اقتصادية. سيارة اقتصادية ما لي شغلة في السيارات. ما لك شغل؟ لا. شكلك انت جالس على البحر. شريط السيارات لو سمحت، انت تسمع بس. سم انت شفت البحر؟ انت من معرض ولا معرض؟ الله يحفظك. ايه تحط نفسك خبير في البحر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شاليح مرات في قربه الله انا طايح اسعاره شوي. تفضل يا اخوي سلطان. انا ما اقدر اتكلم. ليه؟ انا شايف شيفه قدامي. يمكن شربات كاتمتك. انا استحدثني على التويت قبل ما احدثك. عندك حطب؟ حطب ايه؟ حطب اللي رابطه فوق راسك. هذه توسام شخصية ما شخص بها لنا. ايوه. مرة. تشوف كيف التكاتف مع هذه رابطتها، اشتري ما اقدر انزلها. حلو. اي عشان انا اشتغل. عشان ما تطيح. طموحك تاخذ افضل اوتفيت او اسوء اوتفيت. طموحي. او طموحك تقنعنا. قناعتكم ما درت عنها. اوه فيك ثقة ما شاء الله. يعني انا واثق من نفسي. اللي عندكم انا اقول شكل طموحك ما راح تروح ديرة. استريح انت بالصراحة. ظاهر انك حياتك تعبانة نفس الاوتفيت حقك هذا. تعبان. عندي كلمة أخيرة صراحة. خذ راحة. وجهة حق. وجهة نظر. انا وجهة نظر وجهة ايه؟ حق كلها. كلمة حق وجهة نظر. طيب. النظرة ذي مغيرت عندك مروان. وجهة نظر وكلمة حق كلها. سم. عشان ما اظلم نفسي. أنا صراحة يعني من ناحية غرابة الموديل اللي أنت لابسه خاصة الدخالة البترة في هذه، هذه صراحة لم يسبقك. تكاتف تكاتف لم يسبقك على أحد. تفضل. زاد فضلك. خلاص. طيب. دقيقة دقيقة. قالك تطيح. دقيقة. ما تطيح. الحين شوف. لو سمحت. ما تطيح. لو سمحت يا أخ شريطي اصبر شوي. أنت تدري طقم مهذل من وين هو سلطان يومك تطقطق عليهم؟ طقم مهذل. طلع من صلاة الجمعة ولقى قدامه شارع. حلو. سلطان طقم اخوه اصغر منه. كبر ما عاد يجي مقاسه اخذ سلطان. جاوبه مهدل علمه من وين شريته. هذا شاريه في شارع الشانزليزيه في باريس. وين؟ شارع الشانزليزيه في باريس. قلها ثلاث مرات. قلها انت مرة واحدة. الشانزليزيه. 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 اشياء زلزليه. ودي والله علمك بمحل باسم المحل لكن هو اصعب من الشارع. تعرف كم سعر القطع الحاله هذه؟ كم سعر؟ علمه عشان يقتنع. عينه حاره. كم؟ اقنعني اقنعني. كم يعني كم؟ كم حاله؟ 75 ريال. تبغاه بالدولار ولا باليورو ولا بالريال؟ ما اعرف بالريال. تقبل تعطي في هذا ما يفهم. كم؟ ابو مبارك والله انا ما افهم يعني. دقيقه انا خذيته تقريبا 2000 دولار. وي 2000 دولار على كشخك هذه تقدر تطبق مشيت الببغاء. الببغاء هذه حلوه. هو كذا يمشي. اذا اسمح لي انت سويتها. انا اسمح لك. تفضل سلطان. انا بقلد مشيته. طيب اصبر. تدري من جبت الاوتفيت حقي؟ من جبت حق سلطان. هذا موصي عليه ابو ربيع جايبه خاصه معه. من اضخم شارع في المغرب. كم تقريبا؟ كم انت كلك على بعض؟ كم طقمك؟ كلي انا هذا هي الطقم. هذه تجارب الطقم كموبه. انا غالي ما تستطيعني. انا
كفو لا تقدر الدنيا بثمن. كلها ما يتصدق. عندي سؤال بس معلش لكم اذا سمحتوا لي بس اتفضل. ليش انت نظاره وانت نظاره وهذا ما عليه نظاره؟ الحمد لله يرحمك معوضين بشربات يدين. ايه. حلو لانه هو يشوف بيدين. احنا جايبينك هنا تحت التقييم. على سؤال بس قلت سؤال استاذ لكم شريطي يعني لسانه حاد اصلا يعني ما تستغرب من الكلام. شوف يا اخ انس سؤالك هذا انقع واشرب ميته خلصنا سيمة 75 اسمع يلا برا بعدين تعال بعدين تعال هو ما معي نظارات بس لابس جلافز هذا اسمه جلافز ترى مو بغفزات شربات يدين لا لا لأن هو ما يشوف بعيونه هو يتلمس فلا يلمس وجهك ها ثم يضيع الاوتفيت حقك استريح الله يعطيك العافيه في كابرس هناك شوفه مسمكر ولا لا عاخش يلا توكل استريح راكان لا لا عزوز راكان عزوز عزوز هذا حاله استثنائيه عزوز عزوز مسفري عبد العزيز مسفري لا دقيقه خل راكان بسرعه دقيقة يا راكان تعال عزوز اوه هذا عاد يا بيله شوف ما يدخل مع الباب ايش ما ادري ايش لابس هو ايش الدقيقة فك النظارة طالع فيه ما شاء الله ما شاء ربنا الله. ولا تحملنا ما طاقة تعال شوف واعف عنا واغفر لنا اخوي عبد العزيز ممكن توقف وقف ممكن توقف على اقدامك اجيك اقومك ايش هذا التويت لا 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 ما اقدر دقيقه وقف لا لا استريح انت مخبط ولا مو مخبط عبد العزيز انت مو بلابس اوتفيت انت لابس انسان حكينا عن الاوتفيت حقك هذا ارتاح فيه جدا ها ارتاح كذا ترتاح كذا طيب تكلم من وين شريته كم سعره وش لابس انت بالضبط شريته من العيال قبل شوي شريته من العيال حلو حلو صح طيب لا مو حلو الا حلو انت قارق وسط قش انت ها قارق وسط قش حلو قارق وسط قش وسط قش قش لا في القش احسن من شكلك انا قيمك ما تقيم انت تلتزم الصمت تسمع منه ترد على حسب السؤال فقط ابشر اعطينا لفه نبذة اوه لك اعطينا برمه أعطيتك برمة برمة ثانية سو كذا سو حركات سو شيء أنا متأكد أنا أنت كأنك حق المحل ذاك عرفته يعني في محل جديد في محل جديد طيب تعال قرب لنا أبي القلم يا أخ السلطان أنا لازم أكتب تقييم خليك واقف قرب تعال هنا لا 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 الجلافز غالي ترى قريب 2000 يورو وجهك ما يطلع اهلا مرحبا كيف حالك كيف الحال طيبين الان نبي احنا نفكك عشان ترتاح نفسيا من هذا شوف شوف هذا الانسان في ضغوط الدنيا كذا قوموا شباب لا انا عندي تعليق عليه عندك تعليق اي عندي تعليق يلا تفضل روح هناك وقف ارجع اي بنجيك تعطون تقييم عط القلم انا اول شيء عندي لك نصيحتين ارجع نصيحتين النصيحة الأولى يا يعني أنك تروح تشوف لك في حراج بن قاسم محل تفتح البضاعة موجودة جاهزة معك شفت صحيح أو أنك تروح تسوي قص معدة بس صحيح هذا ما يبي له قص معدة هذا يبي له قص جسم كامل وأتوقع أن قص معدتك الخياط ما كم الشهر هذا كم الشهر اليوم كم حلو الشهر الناس 27 27 شباب انا اكتشفت ان الاوتفيت على تفكير الشخص انتم تبون تاكدون ان هذا الرجل تفكيره لك عليه انا راح اثبت لكم الان بعد عني لا دقيقه لا تلمسه خليك محترم ما تستحي على وجهك ها تستحي تعال اخ مهدل سلطان تعال انا عندي نظره يعني انا درست في باريس ودرست في عندي نظره الحين راح يعني تكتشفونها ان شاء الله هذا الظهر حرامي ملابس شفتوا الحرامي حق الملابس هذا حرامي ملابس كمل بس هذا التويت هذا لو سمحت واحد هذا حرامي ملابس وحرامي معارض بعد انا داري فك اذا كنت لك ملابس يلا شلعوا هذا نزلوا لبسه كله في شيء
هذا احسب 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 رجال احسب واحد صرف 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 حط يدين واحد معه شك 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 دقيقة دقيقة قاعد سحاب هذا سارق السدريات كلها السدريات هذا قد شفته حبكة ها هذه السدريات حبكة اوف 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 فروة بعد فروة الرحماني اتفت ولا خرج لا 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 وش ذا ها رجع عرازين عشان تقول درجة كاملة درجة كاملة هل بدك السجن بدك السجن نافع ندق على اصحاب الملابس هذه اللي سرقها انت ما ادري وين وديتها الله يرجع عليه الله يرجع عليه بس الله الحين خلاص هذا ها هذا ما بدك تلبسه دعسته يلا اللي بعد بعد قبله بعد سود اللي يعني خلاص ولا باقي؟ باقي 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 دقيقة فكر كم تفت كم حركت والله تفت؟ يعني كل يوم نزل واحد هو عشان إذا انحاش كشوية يقط لبس عشان ما يعرفه بس خلاص خلاص لا أربع أربع خلاص بس واحد أربع ذي ظهري ماسك هذا عزوز هذا أخيص من الأول يا أخي طلعت أخس من أول تعال تعال طلعت أخس يمكن هذا الحلال بس شيل ملابسك يلا شيل ملابسك شيل ملابسك مرفوض مرفوض من اللجنة نهائي ما الأشكال هذه لا تجيبونها لنا هذا يعني تسوي متصنع طالع بشكل والحين بشكل ثاني شوف هذا ما ترفع صوتك هذا ما ترفع صوتك هذا بعد القص 40 يوم قبل القص شوف قبل القص وبعد شباب خلوه يضف ملابسه ويطلع من خشبة المسرح الآن ما شاء الله هذا ثواب كله من فضل يلا 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 شيل ملابسك احنا فاضيين شغل احنا روح احزمها احزمها اسوي لك بقشة ما اعرف يسوي منهن لا لا ما ما في احد مثلا انا راح احجم طقمهم كله شوف كيف شوف كيف نعريه كم درجة؟ كم درجة؟ وازع كشفناك على حقيقة كم درجة؟ امشي وازع على هالشال يلا وازع بنشتري منك تبسط سوق الجمعة راح يلا ابسط بالمنام